السلام عليكم أعزائي التلاميذ، أتمنى أن تكونوا بصحة جيدة. درسنا اليوم في مادة القراءة المقطعية حرف الواو الوحدة الخامسة. أول شيء سنتعرف على الكلمات البصرية لهذا الأسبوع. لدينا الأزهار، الأزهار، الأشجار، الأشجار، الطيور، الطيور، الفراشات، الفراشات. من يقرأ؟ نعم، الأزهار، الأشجار، الطيور، الفراشات. نعم أنت، الأزهار، الأشجار، الطيور، الفراشات. ممتاز. أول شيء وضعية الانطلاق، لاحظوا معي هذه الصور. جيد، الصورة الأولى، ما هي الصورة الأولى؟ نعم، ورقة. جيد، ورقة. الصورة الثانية، نعم أنت، دلو. ممتاز. الصورة الثالثة، نعم، وطواط. أحسنت. الصورة الرابعة، ما هي؟ ننام عليها. نعم، وسادة. جيد. الصورة الأخيرة هي وردة. ممتاز. ما هو الحرف المشترك بين هذه الصور؟ الحرف المشترك هو حرف الواو. أحسنتم، حرف الواو، هذا هو حرف الواو، حرفنا لهذا اليوم. الآن الوعي الصوتي، ما الصوت الأول في كل كلمة؟ ما الصوت الأول في كل كلمة؟ وعاء، وعاء، ورق، وداد، وجود، وسادة، ولد، وصل، وقف، ورود، وجه. لاحظوا معي الصوت المتكرر في كل كلمة في الأول. نعم، ما هو الصوت؟ جيد، هو حرف الواو، حرف الواو. ممتاز. الآن سنحاول نطق حرف الواو مع السكون، حرف الواو مع السكون. الكل معي؟ وه، وه، فمي على شكل سكون، وه. الكل ينطق معي؟ وه، وه، حرف الواو ساكنا، وه، وه. ممتاز. أحدد موقع صوت الواو بإشارة. سنقوم بتحديد موقع صوت الواو بإشارة كما نفعل في القسم. إن سمعت حرف الواو في الأول أرفع اليد اليمنى، حرف الواو في الأخير أرفع اليد اليسرى، وإن كان حرف الواو في الوسط أضع اليدين على الصدر. وسادة، وسادة، أين هو حرف الواو؟ نعم، في الأول أرفع اليد اليمنى. ممتاز. أسود، أسود، أين هو حرف الواو؟ نعم أنت، في الوسط أضع اليدين على الصدر. أحسنت. وصول، وصول، أين هو حرف الواو؟ نعم، في الأول أرفع اليد اليمنى. ولد، ولد، أين؟ نعم، في الأول أرفع اليد اليمنى. بهو، بهو، أين هو حرف الواو؟ نعم أنت، جيد، في الأخير أرفع اليد اليسرى. ممتاز. وطواط، وطواط، أين هو حرف الواو؟ في الأول أرفع اليد اليمنى، وكذلك في الوسط مع حركة طويلة أضع اليد على الصدر. ممتاز. وردة، وردة، أين هو الصوت؟ في الأول أرفع اليد اليمنى. جيد. دلو، أين هو صوت الواو؟ دلو، نعم، في الأخير اليد اليسرى. جيد. عاد، عاد، هل سمعنا صوت الواو؟ جيد، أحسنت، لا يوجد حرف الواو في عادة. مودة، أين؟ أضع اليد على الصدر لأنه في وسط الكلمة. ممتاز. مراوغ، مراوغ، أين؟ أين هو صوت الواو؟ نعم أنت، جيد، في الوسط أضع اليدين على الصدر. أحسنت. ثور، ثور،
أين هو حرف الواو؟ جيد، في الوسط، أضع اليدين على الصدر، ممتاز. راوين، راوين، جيد. أين؟ في الأخير، يعني اليد اليسرى. ورق، ورق، أين هو حرف الواو؟ في الأول، أرفع اليد اليمنى. طاولة، نعم، في الوسط، ممتاز، أحسنتم، أضع اليد في على الصدر، جيد. الآن سنقوم بتجزيء الكلمات إلى مقاطع. وصل، وصل، ما هو الصوت؟ جيد، هو و، ممتاز. وشاح، وشاح، ما هو المقطع الصوتي؟ هو و، جيد. ورود، ورود، نعم، و، ممتاز. بهو، 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 جيد، ون. ورقة، ورقة، و، أحسنتم. ثم ثور، 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 لأن السكون حرف حركة ضعيفة، ثو، جيد. الآن إن سمعنا مقطعان أقوم بتصفيقتين، ثلاثة، ثلاث تصفيقات. وصلى، كم من مقطع؟ ثلاثة، أحسنتم. وشاح، كم؟ وشاح، جيد، ثلاث مقاطع. ورود، ورود، ثلاث مقاطع. بهو، بهو، اثنان، جيد. ورقة، ورقة، جيد، أربع مقاطع. ثور، ثور، اثنان، ممتاز. لاحظوا معي حرف الواو مع الحركات. حرف الواو مع الفتحة و، حرف الواو مع الضمة و، حرف الواو مع الكسرة و، حرف الواو مع الألف و، حرف الواو مع الواو و، حرف الواو مع الياء وي. من يقرأ؟ نعم أنت. و، و، وي، و، و، وي، نعم أنت. و، و، وي، و، و، وي، ممتاز. الآن لديكم تمرين لإنجازه في المنزل. أحذف، وسادة. التمرين الأول سنقوم بتعويض حرف السين بحرف آخر لنحصل على كلمة جديدة. أعواد، سنقوم بحذف أع لنحصل على كلمة جديدة، نزيل الحرف الذي باللون الأحمر. ثم أجزئ، وردة، سنقوم بتجزئها إلى مقاطع. مكواة، كذلك سنقوم بتجزئها. وسادة، كذلك التجزيء المقطعي، جيد. الآن الكل يأخذ معي المقرر، مقرر الدراسي، الصفحة 111. لاحظوا معي الصورة الأولى، نعم، الصفحة 111 لكي الكل ينجز التمارين في البيت. نعم، ما اسم هذه؟ نعم أنت، جيد. ورقة، لدينا أربع مقاطع. ورقة، ممتاز، ورقة. الصورة الثانية، نعم أنت، جيد. دل ون، دل ون، دل ون، ممتاز. الصورة الأخيرة، نعم أنت، جيد. وط، وط، ممتاز. نعيد، ورقة، دل ون، وهنا وطواط. بالنسبة لورقة، أين هو حرف الواو؟ نعم، في أول الكلمة، ممتاز. دل ون، نعم، في آخر الكلمة. وطواط، نعم، جيد، أحسنتم، في الأول وكذلك في الوسط. التمرين الثاني، أحدد حرف الواو. وجد، وجد، أين نسمع حرف الواو؟ في الأول، ممتاز. طوار، نعم، في الوسط، ممتاز.
بهون أين؟ نعم في الأخير، ممتاز. والآن قموا بقراءة هذه الكلمات في المنزل جيدا، وننتقي إن شاء الله في الحصة المقبلة.